أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد إلى أن تكلفة المشروعات المنتهية والجاري تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 تصل إلى 4 تريليونات و400 مليار جنيه. وأضافت الوزيرة أنها خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقيمة تريليونين و400 مليار جنيه في 22 قطاعا في جميع محافظات الجمهورية، فضلا عن تضمن الخطة الاستثمارية لعام 2020-2021 استثمارات عامة تتعدى تكلفتها الكلية تريليوني جنيه. قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إن النصف الأول من العام الجاري شهد تمويل شركاء التنمية متعدد الأطراف والثنائيين مشروعات للقطاع الخاص بقيمة مليار و900 مليون دولار، منها 300 مليون دولار في قطاعات الطاقة والبيئة. وأضافت الوزيرة أن مؤسسة التمويل الدولية هي الشريك الرئيسي لمصر في التمويلات الموجهة للقطاع الخاص بقيمة مليار و200 مليون دولار في مختلف القطاعات التنموية والبنية التحتية. اجتمع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع عدد من الشركات الفرنسية، وذلك لبحث أوجه التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي خاصة المتعلقة بنظم وتطبيقات المدن الذكية. وخلال كلمته أكد وزير الاتصالات أن مصر تعمل حاليا على تنفيذ خطة قومية لإنشاء مدن ذكية تعتمد على التكنولوجيات المتقدمة في تقديم الخدمات وإدارة المرافق، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة والتي تم اختيارها لتكون العاصمة العربية الرقمية في 2021. وعلى صعيد التداولات، سجلت مؤشرات البورصة المصرية صعودا قويا لدى إغلاق التعاملات، ووصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق لمستوى 667 مليار و300 مليون جنيه. وسجل مؤشر البورصة الرئيسي إي جي إكس 30 ارتفاعا قويا بلغت نسبته اليوم 1.32%، وأغلق الجلسة اليوم عند 10256 نقطة. أيضا صعد مؤشر الشركات الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان، وصعد بنسبة 1.67%، وأغلق الجلسة اليوم عند 2323 نقطة. أيضا امتدت الارتفاعات لإي جي إكس 100 الأوسع نطاقا، وصعد بنسبة 1.45%، وأنهى الجلسة اليوم عند 3278 نقطة. أعلن صندوق النقد الدولي أن بإمكان السودان البدء في التفاوض على تخفيف أعباء ديون تتجاوز 50 مليار دولار من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. ويمثل تخفيف أعباء الديون خطة مهمة للسودان في محاولته للنهوض من أزمة اقتصادية والعودة للاقتصاد العالمي بعدما عملت الحكومة على إصلاحات تشريعية وقانونية.